مشاهدينا ولسه مكملين معاكم، وصلنا لاخر فقره مطبخ هو وهن. النهارده بيعمل حاجات كتير جدا خاصه للاطفال. هنعمل لهم اكل وهنعمل لهم حاجات حلوه وكلها عناصر غذائيه. بس في البدايه خلينا نرحب بضيفتي النهارده اللي منورانا. ضيفتي النهارده نرمين ناجي، مصممه الكيك. اهلا بك يا نرمين. هلو يا مروه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. النهارده احنا بنحتفل بعيد الطفل وعايزين بقى نعمل لهم وجبات مختلفه ما يزهقوش منها، وتبقى كلها عناصر غذائيه مفيده ليهم، وفي نفس الوقت يبقى ايه حاجات كده جديده علينا. أوكي. هنعمل ايه قولي؟ احنا النهارده هنعمل ثلاث وصفات. هنعمل كيكه، وهنعمل سلطه عدس، وهنعمل عصير. سلطه عدس دي جديده لايقه على الشتاء قوي، بس انا ما سمعتش عنها قبل كده. ايوه، عشان العدس الولاد مش بيحبوه قوي، فهنحط بقى فيه الوان كتير كده عشان ينبسطوا بيه. هنعمل حاجه جديده. طب والعصير اللي هنعمله؟ هنعمل عصير عصير إيه؟ هنعمله صحي خالص، عصير موز بالتمر واللبن. حلو جدا. أوكي. تعالي نقول المقادير كلها بتاعت كل وصفه فيهم او كل اكله فيهم، وبعد كده نبدا اول اكله مع بعض. اوكي، احنا هنبتدي الاول بكيكه السينابون عشان الشتاء. اربع بيضات، كوبايه سكر، واحد زيت، واحد لبن، واحد معلقه كبيره خل، واحد باكو بيكنج باودر، رشه ملح، 2.5 دقيق. الحشو بتاع الكيكة هيبقى 2 معلقة كبيرة سكر، 1 معلقة كبيرة قرفة، و1 معلقة كبيرة كاكاو محلى. الصوص بتاعنا هيبقى صوص شوكولاتة وحليب مكثف محلى. العدس هتبقى كوباية عدس وجبنة، كوباية عدس أصفر؟ لا، عدس بني. عدس بني اللي احنا كلنا بنعمله بالصلصة ده، مسلوق. تمام، اللي هو العدس بتاع الكشري. وجبنة فتة، ملح خفيف مكعبات، وطماطم وبصل أخضر حلقات، خيار مكعبات، وبقدونس، جزر مبشور، وذرة صفرة، وزيت زيتون، وليمون، وملح وفلفل، وكمون. آخر معانا حاجة معانا المشروب، هناخد موز وتمر ولبن وعسل وعين جمل. يلا بينا. يلا نبتدي. فتحت نفسي، قلت حاجات كل المكونات فتحت نفسي. صح، حسيتي ان يلا ناكل بقى. قولي لي فكرتك لسلطه العدس. يعني احنا في مطبخ هو قلنا بنحب نعمل كل جديد وبنقدم كل الوصفات الجديده، بس سلطه عدس انا اول مره الحقيقه اسمع عنها. هقول لك اختيارك ليها كان ازاي، او انت يعني بداتي عملتيها اول مره كانت ازاي؟ هو العدس عشان طب نشتغل، خلينا نبتدي. طيب هنبتدي بكيكه السينابون الاول. هنحط اربع بيضات، هنضربهم مع كوبايه السكر. كيكه السينابون دي من احلى الكيكس اللي ممكن قوي. اي حد يعملها، وبتبقى سهله وبسيطه، وبعدين داخله مع الشتاء كمان جدا، بتبقى لذيذه، لايقه مع الشتاء. بس هي ليها تركات. هي يعني حاجه بسيطه هنعملها، هتحولها من كيكه عاديه لكيكه سينابون. اوكي، وبعد كده اللبن. احنا حطينا اول حاجه، حطينا الاربع بيضات والسكر والزيت، ودلوقتي هنحط اللبن. اللبن كوبايه، كل ده احنا حطينا كوبايه كوبايه واربع بيضات. يعني على كل اربع بيضات بنحط كوبايه زيت، كوبايه لبن، كوبايه زيت كامله. وكوبايه لبن. تمام. اوكي، وبعد كده هنحط رشه ملح. عايزه بقى اسالك على حاجه، بما انك انت النهارده بتعملي لنا حلويات او بتعملي لنا كيكه، دايما يقول لك في رشه ملح. احنا بنعمل حاجه مسكره، رشه الملح دي بيبقى ليها اعتقد ليها بتظبط الطعم اولا بتاع السكر ما يبقاش مسكر قوي، وكمان بنحط رشه على الدقيق عشان لو الدقيق فيه اي رطوبه يطلع منها. يعني ليها فايده. لا هو مفيد. مش اي حاجه. انا فاكره انها بتعمل حاجه، بس انا مش فاكره، يعني مش فاكره ايه هي بالظبط. ساعات لما نعمل حاجه مسكره تقول حطي رشه دقيق، نعمل حاجه حادقه تقول حطي رشه سكر، فانتوا حيرتونا معاكم. لا، احنا بنحط رشه ملح تظبط الطعم بس. وبعد كده هنحط هنا ده الدقيق بتاعنا. هنحط عليه البيكنج باودر، باكو بيكنج باودر. وهنحط رشه الملح بتاعتنا. انت برضو حطيتي خل صح؟ لسه بقى هحط الخل، هقول لك فين دلوقتي حالا. طيب تمام. الخل اخر حاجه في المواد السائله، بنحط معلقه كبيره. طب بصي قولي لي بقى، عشان ايه الناس كده هيحتاروا معانا. اوكي، لما نحط الخل على الحلويات بيعمل ايه؟ بصي، هو الخل بيوسع المسام بتاعه الكيكه، وبيخليها اولا بيضيع زفاره البيت تماما. اي حد بيقلق من زفاره البيت مش هيحس بيها، بيخلي مسام الكيكه كده تبقى مستريحه مفتوحه حلو، وبتعلى طبعا معانا حلوه قوي. طبعا معلومه
حلوه، لان انا ساعات بعمل كيكه بتبقى مقفوله. يعني ايه مقفوله؟ يعني مكتومة. الكيك مكتومه. أوه. الكيكه تحس انها ناشفه وتحس انها مش 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 مفتوحه كده وباينه انها حلوه، او مثلا فيها الدوائر اللي بتبقى مفتوحه او المسام اللي بتبقى تحس انها هشه. فدي حاجه حلوه قوي ان انت الدقيق، قلت لنا الخل معلومه حلوه ان احنا نحطها. اوكي، وبعد كده والخل بقى كمان بيخلي لون الكيكه فاتح جدا. حلو قوي، ما تغمقش. هنحط الدقيق بتاعنا. اوكي، الدقيق اخر حاجه في المقادير. نقعد بقى نقلب. طب في ناس بقى بتحب نرمين ان هي تقعد تقلب. بصي احنا بعد ما حطينا بمضرب، يعني لو عملنا بمضرب بيض مش هيحصل حاجه، لو عملنا بمضرب كهرباء مش هيحصل، يعني الاثنين زي بعض عادي. مش فارقه في الكيكه دي، دي مش كيكه اسفنجيه فمش هتفرق معانا قوي. احنا بقى حطينا الدقيق، هو ده التقليب اللي انا عايزاه، انا مش عايزه تقليب اكتر من كده خلاص. انت عايزه تدوبي بس كل المقادير اللي حطيناها، كل الحاجات المكونات اللي احنا حطيناها بالظبط، مش عايزه الجلوتين يتفاعل عشان ما تبقاش كيكه. بس انت رايك ان الكيكه دي ما نستخدمش المضرب الكهرباء؟ لا، انا مش بعملها بمضرب كهرباء، انا بعملها على خفيف خالص كده. طيب أوكي. حاجه بقى مهمه برضو جدا عشان التركات بتاعه الكيكه دي، يعني ممكن نستخدم لها حاجات كتير، مكونات كتير، وفي الاخر الكيكه تبوظ. اول ما بنحط في الطاسه في الصينيه بنحط رشه زيت. بصي هي دي كده كده مش بيلزق فيها، بس اللي عنده مشكلة حاجه بتلزق ممكن يحط ورقه زبده، يا اما يرش ورق، يحط شويه زيت، يا اما معلقه سمنه، اي حاجه عادي. تمام. بس هنعمل ايه بقى؟ هنحط معلقه القرفه معاها، معلقه سكر، معلقتين السكر سوري معاهم. ده الصوص؟ لا، ده اللي هيتحط في النص في الكيكه، وده معاهم الكاكاو المحلى. اوكي، وهنقلبهم مع بعض كده. هقول لك بقى هنعمل ايه. هنحط نص مقدار الكيك كده. بس مركزه معاكي ان انت هتحط حشو. في ناس بتستخدم حشوات تاني بتحب تستخدمها غير اللي انت عملتيه دلوقتي، تحط حاجه تانية. ايه اللي ممكن اعمله تاني؟ توت. لو انتم مش عايزين الكيكه دي بالقرفه خالص، ممكن نشيل الحشو ده ونحط توت مثلا. توت مضروب؟ لا، توت سليم زي ما هو، بس عليه 3 4 معالق سكر كده، ونحطه في النص. وبعد كده احنا حطينا دي بقى الكيكات اللي بنشتريها من الاكشاك كده الصغيره، بتبقى بتيجي تقطعها تلاقي كور كده فاكهه فيها، فدي فعلا بتديها طعم حلو قوي. بس وبعد كده هنحط باقي بقى ال دايما يا درمين بقول ان الاكل ملوش، يعني ملوش ملوش كتالوج. ملوش كتالوج، يعني هو كله تجارب. وكل واحد في بيز اساسي كده، وبعدين كل واحد بيحط بقى الحاجه على الطعم اللي عايزها، اللي نفسه فيه يحط يعملها. زي الكيكه ما قلت لي حط توت، طب ما ممكن احط انا فراوله مثلا. موسم الفراوله ابتدى فهيبقى حلو قوي. زي الحاجات الباودر الصراحه بتبقى احلى حاجه، يعني اللي انت عملتيه دلوقتي ده هي بس يعني. كيكه القرفه الناس بتحبها قوي، بالذات مع الشتاء كمان. فمحبوبه. عايزك بس تجيب لنا كده الكاميرا على بصوا، يعني هي برضو مش ضروري ان العجينه تخبي كل لا مش لازم. الحشو اللي احنا حطيناه، الكاكاو والقرفه، يعني عادي ممكن يبقوا رايحين جايين مع بعض كده، هيدوا في الاخر بعد ما تستوي هيدوا شكل حلو جدا للكيكه. بالظبط. احنا دي الكيك بتاع الصينيه بتاعتنا مقاس 26، لو حد عايز يعملها في صينيه اقل من كده هتطلع عاليه. هي دي يعني مش بتبقى عاليه قوي، بيبقى ارتفاعها قليل. بس انا بحب عايز الكيكه العاليه، اللي عايزها عالي يحطها في صينيه اصغر. بس وهتعمل معانا الشكل ده كده، ندخلها على درجه حراره 180. تاخد حوالي 35 دقيقه لو على درجه حراره 180 35 دقيقه. دي حاجات مهمه قوي. طيب هنروح للحاجات المهمه قوي، ان احنا نطلع الكيكه حلوه او نخلي بالنا عشان ما يحصلش اي حاجه مثلا للكيكه تبوظ. يقول لك في يقول لك اصل الكيكه هبطت. انا برضو ما اعرفش يعني ايه الكيكه هبطت. يقول لك اصل مش عارفه بقعد افتحها بالسكينه كده، هيحصل لها ايه لما نعمل الفتحات بالسكينه دي؟ كل الكلام ده في ناس كتير قوي بتسال الحاجات دي وما بتبقاش عارفه اجابتها. فعايزين التركات الصغيره كده واحنا بنعمل حاجة. خلينا نتفق، اي كيكه انا عملتها اي حد تاني عملها مش هنفتح الفرن عليها قبل نص ساعه، ومش هندخلها الفرن غير لما الفرن يكون متسخن ربع ساعه. شكرا، انت قلت لنا كده اهم حاجتين. هم دول اهم حاجتين في اي كيك في الدنيا. اي كيك في الدنيا، مش كيك اللي انا عاملاها دلوقتي. لا، ما بنفتحش على الكيك قبل نص ساعة على الأقل، عشان يكون الجناب الخارجية وقربت على الوسط يكون استوى.
حلو جدا. لازم. ولما بختبرها بختبرها بخله او بسكينه رفيعه من النص مش من الجناب. بعد نص ساعه مش من يعني الجناب. نفتح عليها الفرن بعد 30 دقيقه بالظبط. ما تفتح ما تتهوريش وتفتحي عليها قبل لا كده. اصل انا من الناس القلوقه يعني طول ما انا قاعده افتح وبعدين افتح بقى ايه مش افتح اشوف اقعد اتفرج شويه ايه اللي حصل بقى فيه اقعد ادقق بقى في الصينيه بتبوظ طبعا على طول بتهبط. ما هي الناس اللي عندها نور في البوتاجاز تولع وتشوفها وهي بتعمل هتنبسط من بره اكتر. دي من اهم الحاجات يعني. بالظبط كده. ولما بفتح عليها وخلاص هطلعها ما يكونش جنبي شباك مفتوح فيه هواء، ما يكونش جنبي مروحه، ما يكونش التكييف جاي عليها عشان سخن وساقع بيروح مهبطين الكيك. مبوظين الكيك. طب ان شاء الله الكيكه هتطلع حلوه. انا هدوقها دلوقتي واقول لكم على طول اثناء الحلقه الكيكه طلعت عامله ازاي. اديكم هتشوفوا دلوقتي الكيكه النسخه اللي احنا عملناها قبل الفقره. بصوا بقى المنظر عامل ازاي. اوكي تحفه. احنا الكيكه